بسم الله، اتكلمنا عن الاناتومي والزئير وخلصناه بإذن الله. النهارده حصة من الحصص التقيلة جدا على قلبي، حصة سهلة عليكم وانتوا هتحبوها وانا هسهلها عليكم ان شاء الله، بس انا مبحبهاش. طيب هتتكلم عن ايه يا دكتور؟ انا هرجع بس سنة اولى شوية، هفكرك بحاجات اتردمت من زمان من زمان جدا، وما اعتقدش ان الحاجات دي لسه حاضرة في مخكم لغاية دلوقتي. اولا هنتكلم عن الكارتليج. ايوه زي ما انت فهمت كده، هنتكلم عن هيستو. الكارتليج ده عباره عن ايه يا دكتور؟ الكارتليج ده عباره عن كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده كان ناشف، كان فيرم، فالكونسيستنسي بتاعته فيرم. ده اول شق كان في التعريف. تاني شق في التعريف ان هو بور بلاد سبلاي، بور بلاد سبلاي، ما كانش فيه بلاد سبلاي كويس، كان فاسكولار والدنيا فيه مش حلوه من ناحيه البلاد سبلاي. يبقى ده كان كونكتيف تيشو ناشف وما فيهوش بلاد سبلاي، كان بور في البلاد سبلاي. انواعه كانت ايه يا دكتور؟ انواعه كانت هيالاين كارتليج والاستيك كارتليج. والالاستيك كارتليج ده كان يلو، كان لونه اصفر. ليه؟ بسبب الالاستيك اللي موجود في الماتريكس. وكان في نوع تالت وايت فايبرو كارتليج. الهيالاين كارتليج ده يا دكتور اماكن وجوده كانت فين؟ هقول لك زي الفيتال سكيلتون، زي الارتيكولار سيرفيس، السطح اللي مغطي العظم عند المفاصل، وزي الكوستال كارتليج، وزي الكارتليج بتاع الريسبيراتوري باسج، وزي اللارينجال كارتليج، الثيرويد والكريكويد. يعني يا دكتور انت بتفكرنا مش بس عشان الحصة دي، لا ده كمان عشان قدام، عشان قدام احنا هناخد الحاجات دي برضو بالتفصيل ان شاء الله وهندرسها. طيب تفتكرها دلوقتي ونفتكرها تاني قدام بحيث ان هي تكون اتحفظت عشان ما تبذلش مجهود في المذاكرة. الهايلاين كارتليج كان الاستراكشر بتاعه واحد بيريكوندريوم وكوندروسايت وكارتليج ماتريكس. وقف شوية كده بعد اذنك يا دكتور واشرح لي. اولا البريكوندريوم ده اللي فوق، البريكوندريوم ده كان عبارة عن ممبرين فيه فايبرز، والممبرين ده موجود جواه بلاد فيزلز، بلاد فيزلز، وكان موجود برضو خلايا مسؤولة عن تكوين الكارتليج ونمو الخلايا اللي موجودة جواه الكارتليج. وتحت كان فيه ماتريكس، كان فيه ماتريكس، ادي ماتريكس 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 ماتريكس. طيب وكان الماتريكس ده جواه حاجة اسمها كوندرو سايت. الكوندرو سايت ده خلايا، وهل يعقل ان في خلايا تعوم في حاجة ناشفة؟ اكيد لا، فالخلايا دي كانت بتعمل حاجة اسمها لكنة تقعد فيها، عاملة زي الفرخة لما تخش العشة، فرخة لما تخش العشة. الخلايا الكوندروسايت دي دخلت العشة بتاعتها اللي كان اسمها لكنة. طب يا دكتور ايه هو البريكوندريوم وايه هو الماتريكس وايه هي الخلايا؟ هقول لك البريكوندريوم ده زي ما قلنا ان هو سي تي ميمبرين. سي تي يعني كونكتيف تيشو، عبارة عن كونكتيف تيشو ميمبرين بيحوط الكارتليج كويس جدا. طب ايه فكرته يا دكتور ان هو بيحوط الكارتليج وموجود اصلا على سطح الكارتليج؟ هقول لك الكارتليج افاسكولار، مفهوش بلاد سبلاي، مفهوش بلاد سبلاي، فبياخد البلاد سبلاي من البلاد فيزل اللي موجوده جوه البريكوندريا، موجوده جوه البريكوندريا. عامل بالظبط زي ما يكون ان في مثلا بيت 3 ادوار والدور التاني في مثلا اسره فقيره، يعني شغلهم مش مفهوش بلاد سبلاي كويس، انما التالت والاولاني يعني ميسورين الحال، الاولاني والتالت بيبداوا يساعدوا الناس اللي هم في الدور التاني. فبالتالي هو هنا نفس الفكره بالظبط، ادي في بريكوندريوم فوق وفي بريكوندريوم بيغذوا الماتريكس وبيغذوا السيلز اللي موجوده جوه. بيغذوها ازاي؟ بيغذوها بالديفيوجن، بينزل لهم طبعا غذاء وبينزل لهم اللي هم محتاجينه كله. ادي البريكوندريوم، قلنا ان هو فيه بلاد سبلاي كويس جدا وفيه بلاد فيزلز.
بيتعمل من ايه البريكوندريوم ده دكتور؟ بيتعمل من اوتر فايبرس لاير، اللي بره ده فايبر، فايبرز، فايبرز، اوتر فايبرس لاير، وتحتيه على طول انر كوندروجينيك لاير. انر كوندروجينيك لاير من اسمها كده كوندروجينيك لاير، يعني هي اللي بتصنع ما هو اسفلها، هي اللي بتصنع اللي تحتها، هي اللي بتصنع الكارتليج، هي اللي مسؤولة عن الجروث بتاع الكارتليج. الاوتر فايبرس لاير دي غنية جدا بالبلود فيزلز عشان تغذي اللي تحتيها بالديفيوجن، غنية بالبلود فيزلز، وغنية كمان بالكولاجين لانها طبعا كونكتيف تيشو. ايه وظيفتها؟ البلود سبلاي بتاع الكارتليج، هي مسؤولة عن البلود سبلاي. السايت بتاعها ساعات بتدي اوريجين للمصل، او ممكن تدي حاجة تمسك فيها المصل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني المصل عايزة حاجة تمسك فيها، بتمسك في ايه؟ بتمسك في الكارتليج. بتمسك فين يا دكتور؟ في الكارتليج، في الاوتر فايبرس لاير، بتمسك في الاوتر فايبرس لاير. فهيقول لك ده سايت للاتاتشمنت بتاع المصل زمان ايام سنة اولى. انر كوندروجينيك لاير، ودي يا سيدي بتتعمل من صف او صفين من الخلايا اللي اسمها كوندروبلاست، فلات سيل مع فلات نيوكليا. وقلنا الكوندروبلاست دي وظيفتها انها بتساعد في الجروس بتاع الكارتليج، بتنمو وبتكبر اللي حواليها وبتكبر اللي تحتيها وبتساعد في عملية النمو والجروس. بعد كده هيقول لك في كوندروسايت او كارتليج سيل. الكوندروسايت دي موجودة جوه الماتريكس، عايمة في الماتريكس، بس طبيعي خلية صغيرة، وخلية يعني خلية، متخيل؟ خلية موجودة في ماتريكس، الماتريكس ده اللي هو ناشف. هل يمكن أن تتواجد خلية رقيقة ضعيفة جميلة جوه حاجة ناشفة؟ بالتالي لا. فالخلية دي بتعمل عشة تقعد فيها، العشة دي اسمها لاكوني، اسمها لاكوني، زي ما بتدخل الفرخة جوه العشة، هي الخلية دي بتخش في العشة بتاعتها اللي اسمها لكن. في يونج كوندرو سايت موجودة طبعا في البريفيري، وفي ماتيور او اولد كوندرو سايت. الماتيور والاولد كوندرو سايت لما بتكبر بتنقسم وبتعمل كذا خلية جنب بعضها، الخلايا اللي جنب بعضيها دي بيسموها سيل نست، بتعمل سيل نست موجودة في الديب بتاع الكارتليج، موجودة في الديب بتاع الكارتليج. اخر حاجه وهي الكارتليج ماتريكس اللي هو اصلا مسؤول عن الفيرم كونسيستنس. الكارتليج ده يا سيدي او الماتريكس ده بتاع الكارتليج فيرم في الكونسيستنس بتاعته، وبيخلي الكارتليج صلب. طبعا زي ما قلنا، قلنا ان هو افاسكولار. طب بياخد الغذاء بتاعه منين؟ بياخده من فوق من البريكوندريوم. بيتكون من ايه؟ بيتكون من كولاجين فايبرز تايب 2، وده الهيالاين. هقول لك دلوقتي في الالاستيك بيتكون من الاستيك فايبر مع الكولاجين فايبر وامورفس سبستانس طبعا والتيشو فلويد. نتكلم بقى عن اليلو الاستيك كارتليج. اليلو الاستيك كارتليج ده موجود فين يا دكتور؟ هقول لك بص، اول حرف في كلمة الاستيك هي حرف الاي. بص بقى حكمة الطب، كل الاماكن اللي موجود فيها بتبدأ بحرف الاي. شوف شوف عظمة الطب وجماله. بص، اي مع اي. طيب يا دكتور إيلاستيك اول حاجة موجود فيها هي الاير اوريكل، الاوريكل بتاعت الاير اللي هي كانت مسؤولة تكولكت الصوت وتوصله للاير من جوه. فبالتالي اير اوريكل كنا قايلين ان هي بتتكون من الاستيك كارتليج متغطي بسكن، الاستيك كارتليج متغطي بسكن، يبقى اير اوريكل. كنا قايلين بيكمل كمان لجوه، بيعمل جزء من الاكسترنال اوديتوري ميتس. ايوه فاكرين، والله فاكرين، محدش يقول لنا ناس. اكسترنال اوديتوري ميتس كان بيكونها الجزء اللي بره، بيكون الجزء اللي بره اي لاستيك كارتليج. بعد كده الاوستيكيان تيوب، لما قلنا جزء بون وجزء كارتليج، اهو الكارتليج بقى ده يا سيدي اوستيكيا بتاع الاوستيكيان تيوب ده إلاستيك كارتلج، إلاستيك كارتلج. وأخيرا الإبيجلوتس، الإبيجلوتس
يبقى إيلاستيك بيتكون في سايتس كلها بتبدأ بحرف الإي: الإير أوريكل، الإكسترنال أوديتوري ميتوس، الأوستيكيان تيوب، والإبي جلوت. طب يا دكتور بيتكون من إيه أو الاستراكشر بتاعه؟ هقول لك زي ما شرحنا بالظبط من شوية بقى في الهيالاين، هنشرح بالظبط في الإلاستيك، وبالتالي هو هو الهيالاين. بس امسك يو هيا بقى، ودي بتوقع ناس يام اكسبت. هو هو الهيالاين اكسبت ان الماتريكس بتاع الالاستيك كارتليج مليان الاستيك فايبرز. بص الماتريكس وبص الخلايا، بص اللي هنا ده، كل ده ايه؟ الاستيك فايبرز جوه الماتريكس مع الخلايا. بس هو تركيبه اوتر فايبرس لاير عادي، انر كوندروجينيك لاير دول بتوع البريكوندريوم، وسنجل كوندروسايت عادي موجوده جوه اللاكونة عادي، وسيل نستس عادي. يبقى هو يا دكتور الهايلاين. اه يا سيدي، هو الهايلاين، وادي البريكوندريوم. هو الهايلاين بس ما عدا فيه الاستيك فايبرز. كان لونه ايه؟ كان لونه يلو طبعا بسبب الالاستيك فايبرز. هنا بقى لو خدت بالك هتلاقي هنا ادي الكارتليج وادي البريكوندريوم وادي ده ايه؟ ده السكن. احنا كنا قايلين ان الاوريكل فيها سكن من هنا ومن هنا، وفي النص فيه الاستيك كارتليج، يعني دي حته اوريكل، حته ودن واحد جبناها وقطعناها وحطيناها تحت الميكروسكوب، طلع لنا كارتليج وسكين. الكارتليج ده إيلاستيك يا دكتور. ادي البريكوندريوم هو معلم لك عليهم، وادي اللاكنة اللي فيها كوندروسايت. الاير هيستولوجي، وقلنا الاكسترنال اير، قلنا الاوريكل او الاير بينا بتتكون من ايه؟ من الاستيك كارتليج متغطي بسكن من كل الجوانب، زي بالظبط الاستراكشر بتاعه زي الهيالاين كارتليج، ما عدا ان ده فيه الاستيك فايبرز، نيتورك اباندنت نيتورك من الاستيك فايبرز مع الفايبرز اللي هي اسمها كولاجين تايب 2. ادي الالاستيك فايبرز شاور لك عليهم بالسهل، وادي الكوندروسايت، وادي الكوندروبلاست، وادي البريكوندريوم، وادي البريكوندريوم. موجود فين او لونه ايه؟ لونه الايه الاول دي قلنا يلو عشان الالاستيك فايبر. وسبحان الله الالاستيك فايبر دي ليها وظيفه برضه، ليها وظيفه ان هي بتحمي الكارتليج ده وبتخليه اقل عرضه للديجنريتيف دامج. الاوريكل اقل عرضه من انها يحصل فيها damage degenerative أو degeneration. ليه؟ بسبب وجود الإلاستيك فايبرز. أماكن بتاعته أو السايتس حط لي جنبيها حرف E. حرف E كل الأماكن بتبدأ بحرف الـ E، زي الإير بينا أو الإير أوريكل، والإكسترنال أوديتوري كانال، والأوستيكيان تيوب، والإبيجلوتس. وموجودة كمان في بعض الغضاريف اللي موجودة في اللاركس في الحنجرة. ودي قدامك اير، دي قدامك ودان. الودان دي ليها من بره اوريكل، الاوريكل دي قلنا بتكولكت الصوت عشان توصله للودان جوه، والاوريكل دي كمان بتتكون من الاستيك كارتليج متغطي بالسكن، وفيها هيليكس وفيها انتي هيليكس، وهنا في اسكافويد فص، ودي الكونج، ودي اللي ايه؟ اللوبيول اللي انت بتلعب لصاحبك فيها لو عنده اللوبيول دي طريه وكبيره. بعد كده عندك الاكسترنال اكوستيك ميريتوس او الاير كانال. الاير كانال كان جزء منها كارتليج وجزء منها بون، ومتغطيه طبعا بسكن. كارتليج زي الكارتليج بتاع الاوريكل بالظبط، كان الاستيك كارتليج، وكان برضو فيه هير فوليكل، وكان فيه سيريومينوس، وكان فيه سيبيشيس. طيب الغدد دي كانت بتطلع الواكس، فانت كنت بتلاقي الواكس موجود هنا. طبعا لو حد دخل السلاكة فبيدخل الواكس،
وقعد يحشر فيه شوية هيدخل الوكس جوه. فانت لو لقيت وكس جوه اعرف على طول ان العيان ده او البيشنت ده هو اللي دخله. الوكس ده الصراحة ليه ميكانيزم بتخرجه بره، فما ينفعش تدخله جوه. لو دخلته جوه قوي ممكن خروجه يبقى اقل، فممكن يعمل مشاكل، يسد هنا القناة ده فيعمل هير لوس. فطبعا لازم تروح لدكتور يديك قطرات تدوب الوكس ده تخرجه بره، او ممكن يعمل لك غسيل للودان، او ممكن يخش هو بادوات ويطلع الوكس ده بره. يا اما حاجة كمان بتحصل وهقولها لك كمان شوية، ركز معايا عشان دي حاجة كلينيكال مهمة هنشرحها كمان شوية بالتفصيل. بعد كده البون، وبعد كده هنا في تمبانيك ممبرين، وده الميدل اير كافيتي اللي بيسموه تمبانيك كافيتي. كنا بنقسمه لإيبي تمبانم وميزو تمبانم، تمام فاكر؟ والأتك، الأتك اللي كان فيه الماستويد اير سيل بتتوصل مع الميدل اير كافيتي بالانترم. لما قلنا ادي تسقية انترم، وبعد كده في تحت هنا كنا الهايبوتمبانم، وكان الاوستيكيان تيوب اللي متوصلة بالنيزوفاركس عشان تعادل الضغط على جانبي التمبانيك ممبرين. انا كل ده براجع على الاناتومي اللي احنا قلناه في الحصص قبل كده. والانر اير كانت بتتكون من المتاهة سيمي سيركولر كانال والفيستيبيول والكوكليا، وكان طالع منهم الفيستيبولر نيرف والكوكليار نيرف. اظن لحد هنا احنا فذكرنا الاناتومي. هنا بقى هقولك ان هنا في كارتليج، وده بيري كوندريوم، وده بيري كوندريوم، وده كونكتيف تيشو جواه هير فوليكل وسيبيشيوس جلاند، وده سكين، وتحت برضو نفس الكلام. يبقى دي الاير اوريكل او الاير بن، يبقى عبارة عن كارتليج وحواليها سكين وكونكتيف تيشو، حواليها سكين وكونكتيف تيشو. الاوستيكيان تيوب او الاوستيكيان الاكسترنال اوديتوري كانال، الاكسترنال اوديتوري كانال يا سيدي عبارة عن كارتليج ولازق عليها سكين. بس عايزك تعرف ان السكين اللي لازق على الكارتليج بتاع الاكسترنال اوديتوري كانال سواء الكارتليج او البون لازق عليها جدا، لازق عليها جدا، وجلد رقيق مش زي اي جلد، هو جلد رقيق قوي ولازق على الكارتليج وعلى الكونكتيف تيشو بشكل كبير وضاغط عليهم. السكين ضاغط على الكونكتيف تيشو وعلى الكارتليج بشكل كبير جدا. طب ايه الموضوع ده يا دكتور؟ ايه موضوع الضغط والشد ده؟ هقولك هنا في هير فوليكل وفي سيبيشيس جلاند وفي سيريومينس جلاند، وارد ان ممكن يجي شوية انفكشن في اي حاجة في الحاجات دي، يعمل شوية انفلاميشن التهاب، وارد ان هو يعبي هنا صديد، يعبي هنا خراج، يعبي هنا ابسس. الابسس ده نتيجة الشد والضغط عليه اللي موجود في الحتة دي من السكن، بيعمل ألم very 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 painful، ألم رهيب، ألم لا يتحمله إنسان. ياخد مسكنات، مهما ياخد مسكنات الألم فظيع، ألم شديد جدا جدا جدا، تمام. الألم هنا لو حصل أبسس بيبقى صعب، بيبقى وجعه جامد جدا. هنا اهو تمام، يجي العيان العيادة، لو الأبسس طبعا طلع هنا، يجي العيان العيادة عمال يزعق، يزعق للممرضة، يزعق للعيانين اللي قاعدين بره، ويقول لهم أنا هخش الأول، أنا تعبان، أنا موجوع، أنا مش قادر. تبقى أنت قاعد جوه الأوضة وحاطط إيديك على بقك، وطبعا قاعد مرعوب في إيه بيحصل بره، في خناقة ولا إيه، يا ترى الراجل ده فيه إيه. يخش جوه تلاقي أبسس، تيجي تعمل فحص الاكسترنال اوديتوري كانال بتاعته تلاقي ابس، تلاقي خراج. طبعا انت بتحط ايدك على قلبك لان خراج ده بص يعني الم فظيع، ده غير ان الخراج يعني ما بيتبنكش،
ما بيتبنكش يا جماعة، خراج ما بيتبنكش. فانت بتفتح على الحي، والراجل بيصوت، وبتمسك المشرط وتفتح، تمام. وهناخد تفاصيله وهناخد حاجات عنه كتير، بس مش دلوقتي، قدام. احنا دلوقتي في حاجة مهمة. طبعا انت مالكش اي وسيلة غير ان انت مثلا تديه له مضادات التهاب ومضاد حيوي، تقلل الالتهاب شوية وتقلل التورم عشان ما تبقاش توجعه قوي. فطبعا حاجة هنا very painful و abscess. ولو انت واقف في العيادة مع الدكتور الكبير، طبعا هيبقى دكتور كبير اكيد يعني عيادة وبتاع، طبعا جراح، ايه جراح وهيستو لا يلتقيان لا يلتقيان ابدا. فانت واقف جنبيه وتقوم جاي قايل له بص يا دكتور، ايوه، ماسك هو المشرط، وطبعا في دم طالع وبص طالع، وهو عمال يفتح ويشرق ويشرط بالمشرط بتاعه ويفضي، وتقوم جاي انت قايل له ايه، خلي بالك يا دكتور انت بتفتح في السيمبل سكويموس ايبيثيليوم، فتحت في الكونكتيف تيشو، حاسب بقى دكتور البريكوندريوم اللي تحت، هيقوم جاي باصص لك كده ويقوم جاي قايل لك ما كنت يعني لا لا يا 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 باولو يا باولو يا باولو باولو ما انتش يا باولو ما انتش يا باولو ما انتش يا باولو. طبعا بنعتذر لمشاهدينا على يعني هو راجل قلب عفوية، بس طبعا يعني نشوف بقى السيريومينس جلاند اللي موجودة هنا. وطبعا هنا في هير فوليكل والاستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم بره. قولنا الجزء اللي بره ده فيه هير فوليكل وسيريومينس جلاند، وفيه كمان سبيشس جلاند، ودول مسؤولين عن تصنيع الواكس. انما جوه مفيش البني بارت، مفيش. بعد كده التمبانيك ممبرين، وكنا قايلين في بارس فلاسيدا وفي بارس تنسا، وكان في حته غويطه اسمها الامبو، كان هنا بين الهاندل اوف ميليوس، وده الكون اوف لايت. تركيب التمبانيك ممبرين كنا قايلين برضو ان هو من بره سكن، ومن جوه من عند الناحيه بتاعت الميدل اير كافيتي، كنا قايلين ان هو عباره عن ايبيثيليوم زي الميدل اير اللي هو سيمبل كويبويدال ايبيثيليوم، وبيكمل مع اللايننج ايبيثيليوم بتاع الميدل اير. انما من بره سكن عادي زي سكن عادي اهو، تمام. من بره هنا سكن عادي زي الاكسترنال اوديتوري كانال، انما من جوه سيمبل كويبويدال ايبيثيليوم. بين الاتنين في عبارة عن فايبرس تيشو. فايبرس تيشو دي طف كونكتيف تيشو، وبتتكون من كولاجين فايبر وإلاستيك فايبرز وفايبرو بلاست، خلايا فايبرو بلاست. عشان التمبانيك ممبرين ده قلنا ان هو زي الطبلة، زي الطبلة لما بتطبل عليه بيعمل فايبريشن بيهتز ويوصل الصوت. انما الميدل اير كافيتي او التمبانيك كافيتي دي عبارة عن سبيس، وقلنا ان هي اوضة. الاوضة دي مطلية او مدهونة بسيمبل كويبويدال ابيثيليوم بسين لامينا بروبريا. اللامينا بروبريا بتاعته ماسكة جامد قوي في الاندرلاينج بريوستيا بتاع العظم. في البوستيريور بارت بتاعها احنا قلنا متصل مع الماستويد اير كافيتي، قلنا الماستويد اللي كان بيتصل معاه بالماستويد اير انترام، وكنا قايلين حاجات كل التفاصيل عنها. بوستيريورلي بتكونكت مع الماستويد اير كافيتي ده، وطبعا لايند بايه، بنفس الابيثيليوم اللي هي مطليه بيه. وانتيريورلي التمبانيك كافيتي كنا قايلين متوصل مع النيزوفاركس باوستيكيان تيوب. الاوستيكيان تيوب ده اهي مطليه بايه يا دكتور؟ هقول لك مطليه بحاجه اسمها سيمبل كولومنر ابيثيليوم. من جوه كان الميدل اير كافيتي مطليه بايه؟ سيمبل كويبويدال ابيثيليوم، ممتاز. انما في الاوستيكيان تيوب سيمبل كولومنر ابيثيليوم. في البوني بارت بعد كده السيمبل كولومنر اللي كان موجود في البوني بارت ده يتحول لسودو استراتيفايد كولومنر سيليتد، كمان عليه سيليا من فوق، السيليا دي متحركة. سيليتد سودو استراتيفايد كولامنر ابيثيليا موجودة على الكارتيليجينوس بارت. في الاخر خالص بقى لما تقرب على الفاركس
يظهر بعض جبلت سل. جبلت سل الميدل اير فيها بوني اوسيكلز، وعارفينهم التلاتة بالتفصيل. التلاتة بيكفرد بايه؟ بسيمبل سكويموس ابيثيليوم. سيمبل سكويموس ابيثيليوم. تاني يا دكتور، الميدل اير، الميدل اير او التمبانيك كافيتي مطلي بسيمبل كويبويدال ابيثيليوم، وهي فيه لامينا بروبريا ماسكه جامد قوي في البري اوستيوم. من ناحية البوستيريور مع الماستويد سيل بنفس نوع الابيثيليوم. في الناحية الانتيريور متوصل بالاوستيكيان تيوب يوصل للنيزوفاركس، يعني متوصل مع النيزوفاركس من خلال الاوستيكيان تيوب. الأوضة ده هي متوصلة مع النيزوفاركس بالاوستيكيان تيوب. الاوستيكيان تيوب ده فيها سيمبل كولامنر على البون وعلى الكارتليجينوس بارت سيليتد سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم. وكل ما تقرب للفاركس تبدأ تظهر الجوبلت سيلز. الأوسيكلز عليها سيمبل سكويموس إبيثيليوم.